بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى دهر الدهور كلها امين. انجيل هذا الصباح يا اخواتي انجيل العذارى الحاكمات والجاهلات اللي بنصليه كل يوم بالليل في صلاه نص الليل الخدمه الاولى، واحنا كلنا تقريبا كلنا حافظين هذا الجزء من انجيل متى صح 25، خمسة حكيمات خمسة جاهلات يمثلوا كل الخليقة ناموا جه يوم الدينونة، وكانت فرصة للحكيمات ان هم يدخلوا للأبد مع العريس. بصراحة الكنيسة بحكمة مرتبة قراءات النهاردة كلها بتكمل هذا المثل او بتشرح. في البولس من أفسس 5، إزاي الإنسان يكون حكيم؟ أنا تقريبا الوعظة النهاردة كأني هقرأ لكم الرسائل اللي انتوا سمعتوها من شوية، بس هوريكم إن هي بتتكلم إزاي يكون الواحد من الخمس عذارى الحكيمات. سيروا كأولاد نور، تمام؟ سيروا كأولاد نور، ثمر النور يزرع ايه في كل صلاح وبر. لا تشتركوا في اعمال الظلمة، ما تعملوش حاجة وحشة، ما تعملوش خطية غير المثمرين، بل وبخوها. ما تكسفوش لما تشوفوا غلطة تعلموا الناس تقولهم ان دوت صح وده غلط، تمام؟ سيروا كأبناء نور مختبرين ما هو مرض عند الرب. ما تشتركوش في أعمال الظلمة. اسلكوا بالتدقيق، دققوا. ساعات ناس يقول لك اهي بالبركة، كأن البركة معناها ان الانسان ما يكونش مدقق او الانسان يكون مهمل. ده الكتاب يقول لنا اسلكوا بتدقيق، الكتاب بيقول لنا اجتنبوا كل شبه شر. خلوا بالكم في ساعات يقول لك مش متأكد ده صح ولا غلط، مادام مش متأكد ما تعملوش، لو هو شبه الشر ما تعملوش، ما تقولش كلمة ويمكن تزعل الناس ما تقولهاش. اسلكوا بالتدقيق كيف تسيرون كحكماء لكن جهلاء، مفتديين الوقت، يعني ما تضيعوش عمركم. الناس دلوقتي بتضيع عمرها قدام التلفزيون والميديا والموبايل والنت، بيضيع العمر، والعمر الوقت ده هو عمرنا. الكتاب بيقول لنا خلوا بالكم. العذارى الحكيمات عد عمرهم وهم عايشين بدون تدقيق وبدون ما يعملوا حاجات مهم، ولدرجة ان الكتاب السيد المسيح لما اتكلم قال ان هم عذارى ومع ذلك ما كانش عندهم زيت. لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة أو عدم الصحة. كلمة تانية مهمة، لكونوا كاملين بالروح. كاملين، طبعا الكتاب عاوزنا نكون كاملين. ليه؟ عشان أبونا السماوي هو كامل. صحيح فرق بين كمال الله وكمالنا فرق كبير، تمام، إنما نسعى إلى الكمال. طب نسعى للكمال إزاي؟ أول حاجة توصلنا للكمال مكملين بأنفس، مكلمين أنفسكم بمزامير وتسبيح وترتيل روحية. الصلاة هي اللي توصلك للكمال، المزامير توصلك للكمال. شاكرين في كل حين، في كل حين نشكر الله على الصحة ونشكر الله على المرض، نشكر الله على الغنى ونشكر الله على الفقر، نشكر الله على الأيام المريحة ونشكر على الأيام اللي فيها ضيقة. شاكرين في كل حين في اسم ربنا يسوع المسيح. ده البولس. طيب رسالة معلمنا بطرس من إصحاح الثالث من الرسالة الأولى بيتكلم على الستات إن يكونوا متوكلات على الله، وسارة كانت بتطيع جوزها، والرجالة يكونوا
ساكنين مع النساء معطينا إياهم كرامة، كرامة، تمام؟ بيقول كونوا جميعا برأي واحد، ما يكونش فيه خلافات في البيت، كونوا مشتركين في الآلام، محبين للإخوة، رحومين، متواضعين، لا تجازوا عن شر بشر، ما تردوش عن شتيمة بشتيمة، باركوا، يعني اللي يشتمك باركوا، ما ده وصية المسيح، باركوا لعنيكوا، كفف لسانك عن الشر وما تكلمش بالمكر، كونوا غيرين على الخير، وياريت تتألموا من أجل البر، يعني مش تعملوا الأعمال البرة وهي الدنيا كويسة، لا، لو كان البر دوت هيضرك أو يتعبك اعمله وما تخافوش. وبعدين يجي في الإبراكسيس يقول إيه، كان في رجل عنده 4 بنات كنا يتنبأنا، كنا يعني ده مثال للحياة الكويسة بسرعة، الحياة معطية لكل واحد فينا، والموت ملوش معاد، ومحدش يقدر يعرف مين في الموجودين، كل الموجودين في الكنيسة عليه الدور الأول، الكبير ولا الصغير. احنا في أيام جائحة كورونا دي كنا بنشوف ناس كتيرة قوي تعيا، نقول يا ده صحته على القد ويخف، ونشوف ناس شباب صغيرين صحتها كويسة وبتروح، مين اللي عليه الدور محدش يعرف. الفكرة ان انا عندي وقت الله اعطهوني، الحكمة ان انا استفيد في هذا الوقت. الكتاب مداني وصايا كتيرة هعملهم كلهم، هبدأ بواحدة، والبداية مع ربنا. ربنا يعطي نعمة ويعطي قوة، يكفي ان انا اعلن لله لي اشتياق امشي معاك، فربنا ياخدني من نعمة إلى نعمة، ومن مجد إلى مجد، ومن فضيلة إلى فضيلة. ربنا يقودني معاه في موكب نصرته. كل الحاجات دي أقدر أقتنيها لو بس أنا أقول له يا رب أنر علي بنورك، يا رب أعلن لي ذاتك بنورك، يا رب نعين النور، مشتاق ليك ومشتاق أحبك ومشتاق أكلمك ومشتاق أرضيك ومشتاق أعيش معاك. فربنا يعطينا نعمة. السلوك بالتدقيق، وإن احنا نبعد عن كل شبه شر، ونكون كحكماء، ونفتدي الوقت، ونتكلم بالخير، ونتألم من أجل البر، كل دي أمور سهلة لأولاد ربنا، لأن الله يعين ضعفتنا. بس المهم إن احنا نبدأ وما نضيعش العمر. احنا بنصلي في نص الليل نقول ايه، نجيني يا رب من تسويف العمر باطلا. ربنا هو فرحان بالوعظة بس ممكن تشيلي. خلوا بالكم الاطفال الصغيرين بتبقى ليهم روح كاملة، احنا بنشوف الجسد الصغير إنما ما بنشوفش إنها روح كاملة. روح يوحنا المعمدان في بطن العذراء لما حل عليه الروح القدس ارتقد وسجد في بطن أمه. فالروح الأطفال بتبقى متهللة جوه الكنيسة. تاخدوا بالكم في الهيتنيات والدفع عمالين يهتزوا مع اللحن. ربنا يبارك حياتنا ونرجع ونصير مثل الأطفال، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ليلو يا ليلو يا ليلو يا يسوع بخريستوس بشيري امف نوتي ابيش صارك سخنتي بار سينوس اصماس فنجتي بار تنو